السلام عليكم اعزائي مشاهدين قناه ابد المعلومات من كل مكان، واهلا بكم من جديد على قناتكم قناه ابد المعلومات على اليوتيوب. النهارده يا شباب هنتعلم ازاي نقدر نحدد الفئه بتاعه الفيديو بتاعنا بحيث ان احنا نستهدف ناس معينه او فئه معينه نقدر نحصل على مشاهدات كتيره جدا على الفيديوهات بتاعتنا. في ناس كتيره جدا بتنسى الموضوع ده، وده موضوع مهم جدا خصوصا الناس اللي هي مبتدئه على اليوتيوب وحابه تعمل قنوات. ازاي اقدر وانا برفع الفيديو اختار الفئه اللي المفروض الناس هتيجي وتشوف الفيديوهات بتاعتي او الفيديو بتاعي يتعرض ليهم ويشوفوه؟ طبعا تحديد الفئه على الفيديو اللي انت بترفعه مهم جدا، لان هو كمان بتقترحه اليوتيوب بيقترحه الناس اللي هي مهتمه بالفئه دي. لو انت يعني محدد الفئه بتاعت الفيديو ده اللي انت رفعته على اليوتيوب نفسه بيهتم قوي ان هو يقترح الفيديو بتاعك او الفيديوهات بتاعتك للناس ديت، عشان انت محدد الفئه بتاعت الفيديو. في ناس كتيره جدا مش بتحددها وبتحددها كمان غلط. النهارده هوريك ازاي تقدر تحدد الفئه بتاعتك صح، وهنشوف دلوقتي الفئات اللي موجوده ونقدر نختار الفئه الصح للفيديوهات بتاعتك. لو انت كمان محددها هوريك ازاي تقدر تغير تحديدها وعلى كل الفيديوهات عندك على القناه، وتقدر تحددها كتله واحده او مره واحده بحيث انك ما تقدرش ما تعدش على كل فيديو انك تدخل عليه وتعمل تحديد الفئه. تمام، قبل ما نخش في موضوع النهارده شباب، ده مذكرك لو انت اول مره شفنا النهارده وشوف قناتنا قناه ابد المعلومات، انزل تحت واشترك في القناه وفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد القناه اول باول. اول حاجه شباب هندخل على ندخل على اليوتيوب الاول، وبعد كده نسجل دخول طبعا، ونيجي على الايقونه بتاعتنا فوق هنا، ونيجي على حاجه اسمها استوديو يوتيوب، هنضغط عليها بالشكل ده وهننتظر لحد ما تفتح معانا صفحة تاني. هنيجي هنا من الجنب هنلاقي حاجة اسمها الإعدادات، هنضغط عليها. تمام، بمجرد ما انت بتضغط على الإعدادات بتنبثق ليك نافذة بالشكل ده، بتختار حاجة اسمها الإعدادات التلقائية لتحميل الفيديوهات. بعد ما بتختار الإعدادات التلقائية لتحميل الفيديوهات بتيجي على حاجة اسمها الإعدادات المتقدمة. بعد كده هتلاقي هنا حاجة اسمها الفئة، دي مهمة جدا. يعني انا مثلا زي ما احنا شايفين كده الاعدادات التلقائية لتحميل الفيديوهات، انا اخترت دي وعلمت هنا على التعليم، لان انا بعمل شروحات تعليمية في القناة بتاعتي، فانا محدد التعليم. النهاردة هوريك ازاي تقدر تحدد الفئة بتاعتك. طبعا انت دي محددة تلقائيا، لان كل او معظم الفيديوهات بتاعتي اللي انا بنزلها تعليمية. لو في فيديو مثلا وسط الفيديوهات اللي انا برفعها مش تبع تعليمي، او حسب مثلا ان هو مثلا العاب بضيف الفئه ديت العاب، تمام، وانا اوريك دلوقتي كل حاجه بالتفصيل. لو انا جيت عند علامه الاستفهام هنا عشان نفهم اكتر، زي ما احنا شايفين كده بيقول لك تنظم فئات المحتوى القنوات والفيديوهات على اليوتيوب، وتساعد منشئ المحتوى والمعلنين ومدراء القنوات في تحديد مواضيع المحتوى والجماهير التي يرغبون بالتفاعل معها. بمعنى اصح ان هو انت بيقول لك ان ده بيساعد تحديد الفئه، بيساعد كمان المعلنين اللي هم بيعملوا اعلانات على اليوتيوب ان هم يقدروا يوصلوا للفئه المعينه. لو انا مثلا داخل معلن هعمل فيديو معين او اعمل اعلان معين على اليوتيوب، بستهدف فئة معينة فقط على اليوتيوب اللي هي تشوف الفيديوهات بتاعتي او الاعلان بتاعي بس، فده بيساعد بشكل كبير في المعلنين كمان يستهدفوا القنوات بتاعتك او القنوات من معظم القنوات اللي هي بتعمل الفئة دي، عشان الفيديو الاعلانات بتاعتهم تظهر عندك على القناة، وكمان تقدر تربح. طبعا ده مهم جدا زي ما ذكرت ان تحديد الفئة لكل الفيديو مهمة جدا للناس اللي هي متعرفش او ما حددتش ولا عارفة أهمية الفئة أثناء رفع الفيديو. وده طبعا برضو بيرجع عائد كبير برضو للي بيرفع الفيديوهات للقناة بتاعته، عشان بيحدد الفئة بالظبط. ما شلتتش اليوتيوب طبعا، ما عرفش اليوتيوب طبعا، هو مش هيعرف الفئة بتاعتك طالما انت مش محددها كمان صح. ممكن لو انت مثلا انا محدد حاجة غلط، اليوتيوب بيقترح الفيديوهات بتاعتي. مثلا انا بعمل بعلم حاجات، او بعمل مثلا عندي قناه طبخ، ما اروحش اعمل علوم وتكنولوجيا،
لعلوم التكنولوجيا او فئه تاني، هيجي اليوتيوب هيقترح الفيديوهات بتاعتها على ناس تانية هي مش مهتمية بالموضوع، فهتلاقي نسبة الارباح عندك قليلة جدا، ونسبة المشاهدات على القناة والفيديوهات قليلة جدا. فمهم جدا انك تختار الفئة الصح، وهنشوف دلوقتي كل فئة من الفئات دي تنتمي لايه، فانت تركز معايا في موضوع النهاردة. هنيجي هنا يا شباب، هنيجي على حاجة اسمها الفئة، ونضغط على السهم ده عشان نشوف الفئات اللي موجودة معانا هنا. هنا بيقول لك غير محدد، طبعا انت ما تختارش غير محدد، طبعا غير محدد ان انت اليوتيوب هو اللي بيحدد لك عشوائي اذا كنت مثلا تنتمي لاي من الفئات دي، طبعا هو بيختار لك عشوائي في كل فيديو، تمام، وده غلط جدا، لازم تحدد الفئة بتاعتك، ما انصحكش انك تختار اول فئة. هنا واضحة جدا عندك افلام ورسوم متحركة، لو انت بتذيع على القناة بتاعتك افلام ورسوم متحركة تقدر تختار الاختيار ده، ده مناسب جدا ليك، ده مهم جدا انك تحدده لو انت منتمي للفئة دي. عندك برضو المركبات، لو انت مهتم بصيانة السيارات او صيانة السفن، او مثلا بتسافر او بتروح رحلات عن طريق المراكب دي، سواء كان طائرات او قطارات او سيارات والحوارات دي، طبعا هو مهتم اكتر بالمركبات. لو انت مثلا بتعمل صيانة لاي فئة من دول، او بتعلم قيادة عن طريق المركبات، سواء كان سيارة او طيارة او قطارات او ايا كان من المركبات اللي هي تنتمي للفئة المركبات، لو انت بتعمل فيديوهات عن الكلام ده، تمام. عندك الموسيقى، طبعا هي واضحة جدا انك انت لو انت مثلا بتنزل اغاني MP3 على القناة بتاعتك، او بترفع اغاني سواء كانت شعبية او ايا كان الاغاني اللي انت بترفعها، او بتعمل مثلا زي حاجة اسمها انك تصنع الحان، تمام، ده بفئة معينة من الفيديوهات لو انت منتمي ليها انصحك انك تختار الفئة دي. عندك الحيوانات، لو انت عندك مثلا القناة بتاعتك بتتكلم عن الحيوانات الاليفة، تقدر تعتني بيها ازاي، تقدر مثلا لو انت بتسوق او بتبيع حيوانات اليفة تقدر تختار الحيوانات الاليفة لو القناة بتاعتك بتنتمي للفئة دي. عندك برضو الرياضة، تقدر لو انت القناة بتاعتك متعلقة بالرياضة في مقتطفات من كرة القدم او اي كرة او اي لعبة رياضية، بتقدر تختار الاختيار ده لان هو ده مهم جدا في اختيار الفئة. لو انت القناة بتاعتك بتهتم بموضوع الرياضة في اي حاجة من الرياضة زي ما انا ذكرت لحضرتك، تقدر تختار الاختيار ده، مهم جدا للقناة بتاعتك. السفر والاحداث، ده عبارة عن لو انت بتسافر كتير وتروح رحلات وتكتشف اماكن، ده مهم جدا لو انت مختار، لو انت القناة بتاعتك بتذيع فيديو خاص بالموضوع ده، ده مهم جدا انك تختار الفئة دي. عندك العاب الفيديو، لو انت بتعمل العاب فيديو بث مباشر او غير بث مباشر زي لعبة بابجي زي اي لعبة تاني، لو انت متخصص في القناة بتاعتك متخصصة في الالعاب بس، بشروحات العاب ايا كان الالعاب اللي انت بتعملها، بتصنع العاب يدويا، تمام، بتختار الفئة دي لانها مهمة جدا ليك عشان الفيديو بتاعك يوصل للفئة دي من الناس. الاشخاص والمدونات، اللي هو الناس اللي هي بتقعد تعمل مدونات او تكتب روايات او تكتب تدوينات، ده مهمة جدا لو انت من الاشخاص ذات اللي هم بيحبوا القراءة والكتابة في مجال الكتابة، بتختار الفئة دي لان هي الفئة دي في ناس تمام دايما بتهتم بالموضوع ده. طبعا في كل فئة انا بقولها لها شعبية معينة على اليوتيوب، فاليوتيوب بيختارها تحديدا وبيحدد الفيديو بتاعك يروح لمين بالظبط، للفئة انهي اللي انت مختارها، تمام. ما هو الكترونيا كده لان هو اليوتيوب مش انسان قاعد يشوف الفيديو ده بينتمي لايه عشان يروح يبعته لاي للشخص ده عشان مهتم بيه، انت اللي بتحدد الفيديو ده بتاعك يوصل لمين بالظبط، تمام.
عندك الكوميديا طبعا. هنا الكوميديا لو انت بتعمل مقاطع مضحكة او بتجمع مقاطع مضحكة على القناة بتاعتك وتعملها نظام مثلا مقاطع كده بترفعها على اليوتيوب زي نكت، زي مثلا خدع، زي مثلا ايا كان نوع الكوميديا اللي انت بتقدمه على القناة، حاجات مضحكة تنتمي ليها، الفئة دي مهمة جدا لحضرتك. عندك الترفيه، الترفيه ده يليه مثلا لو انت بتعمل تحديات على القناة تحتك، تحديات اكل، تحديات اي حاجة، تحديات العاب، تحديات مثلا في اي حاجة ترفيهية، لو انت مثلا طالع رحلة او بتعمل فيديوهات عن الرحلات او بتتكلم عن مثلا حاجات ترفيهية، الفيديو ده مهم جدا لحضرتك، او عفوا الفئة دي مهمة جدا انك تختارها للقناة بتاعتك او الفيديو بتاعك تحديدا. تمام. اخبار السياحة، الاخبار والسياسة، عفوا الاخبار والسياسة دي طبعا واضحة وضوح الشمس لو انت بتتكلم عن الاخبار، سواء كان اخبار كورة، اخبار طقس، اخبار سياسة، دي مهمة جدا برضو لحضرتك لو انت بتنتمي للفئة دي. ارشادات وموضة دي بتنتمي لو انت مثلا بتعمل فيديوهات ان انت تروح مثلا محلات بيع ملابس او بتعمل ملابس على الموضة، بتقدر تختار الفئة دي، مهمة جدا للناس اللي هي مهتمة بالموضوع ده. لو انت عايز بتعرض بتجيب بتشتري ملابس معينة تمام على صيحات الموضة وبتروح تيجي تعمل لها فيديوهات على القناة بتاعتك، فالفئة دي مهمة جدا انك تختارها، فئة ارشادات والارشادات والموضة. لو انت بتختار ملابس او بتعمل فيديوهات عن ملابس انت بتختار الفئة دي، مهمة جدا لحضرتك. فئة التعليم دي واضحة من اسمها انك انت لو انت بتعمل دروس تعليمية للاطفال سواء كان اطفال او كبار تمام على القناة بتاعتك على اليوتيوب، فمهم جدا انك تختار الفئة دي. كمان في فئة كمان اللي انا مختار التعليم، لان انا بقدم محتوى تعليمي في كل حاجة، لان انا بعمل مثلا شروحات عن برامج، بعلمك انك تعمل مثلا تطبق معايا حاجات معينة، تعمل مثلا كذا عشان تحل مشكلة، بعلمك انك تعمل مثلا تطبيق، تعمل لعبة، تعمل اي حاجة تكون مثلا في فئة التعليم. فانا مختار فئة التعليم لان القناة بتاعتي بتنتمي للموضوع ده. انا كنت الاول مختار على العلوم والتكنولوجيا، وده خلاني افقد زيارات كتيرة جدا على القناة الفترة السابقة، ولكن انا الحمد لله اكتشفت ان المشكلة عندي كانت في القناة، في الفئة بتاعة القناة عندي كل الفيديوهات. فانا هوريك ازاي قدرت اغير كلمة الفئة ديت في كل الفيديوهات. انا كنت منزل 307 او 310 فيديو، فانا مش هقعد ادخل على كل فيديو اغير كلمة الفئة ديت على كلمة تعليم، لان كنت كل الفيديوهات اللي كنت بنزلها كنت مخليها طبعا الاعدادات التلقائية، الفيديوهات كنت مخليها علوم وتكنولوجيا، وده غلط جدا. كانت الفيديوهات بتاعتي بتقترح للناس دي، وطبعا محدش مهتم من الفئة ديت باللي انا بقدمه، فعشان كده كانت الناس اللي كانت بتشوف الفيديوهات بتاعتي كانت قليلة جدا، فما كنتش يعني بتجيلي زيارات او مشاهدات على القناة بتاعتي، وكمان كانت الارباح بتاعت القناة بتاعتي ضئيلة جدا. عندك العلوم والتكنولوجيا دي اللي هي لو انت مهتم ببحث مثلا معين، او مثلا في قسم الجيولوجيا او التركيبات، هو ده الفئة دي مهمة جدا ليك لو انت مهتم بالعلوم والتكنولوجيا، اخر مثلا اخبار التكنولوجيا وما حدث، او ما اخر حاجة وصلتها التكنولوجيا، او الاخبار بتاعت التكنولوجيا، بتقدر تختار الفئة دي لانها مهمة جدا لو انت القناة بتاعتك بتتكلم عن الموضوع ده. هنا اخر حاجة المؤسسات الخيرية والانشطة المجتمعية. طبعا لو انت عامل برنامج القناة بتاعتك مثلا بتقدم فيديوهات او بتعمل برنامج في الشارع او بتلم او تجمع تبرعات لانشطة معينة، سواء كان مثلا كنيسة عايزة تتبني، جامع عايز يتبني، مثلا أسرة فقيرة عايزة تبني منزل أو كده، بتقدر تعمل مؤسسات، ده اللي هو المؤسسات الخيرية والأنشطة المجتمعية. طبعا ده بيلجأ للمجتمع
اللي انت عايش فيه، او انت مثلا بتعمل فيديوهات زي ما انا ذكرت لحضرتك انك بتعمل فيديوهات او برامج زي اللي بنشوفها في التلفزيون، ان يعني انت بتجمع تبرعات لشخص ما بتساعده في ان هو يعمل حاجة او نشاط معين او موضوع خيري في المجال ده. تمام، لو انت القناة بتاعتك بتتكلم عن الموضوع ده انصحك بتختار الفئة الاخيرة دي. طبعا انا ذكرت كل حاجة بالتفصيل، تمام، وهي مهمة جدا لحضرتك. انا ذكرت كل حاجة الفئة وكل حاجة بالتفصيل. لو انت عندك اي سؤال والقناة بتاعتك فئة معينة ومش عارف تختار الفئة بتاعتك، لو انت مثلا عندك قناة معينة ومش عارف تختار ايه، سيب لي في التعليق اسفل الفيديو انا قناتي بتتكلم عن كذا، وانا اقول لك الفئة بتاعتك افضل فئة ليك انك تختارها ايه، بحيث انك انت تظهر عندك فيديوهات او اليوتيوب يقترح فيديوهاتك للفئة بتاعتك عشان توصل لناس كتير وتجيب لك زيارات كتير على الفيديوهات بتاعتك، وكمان الارباح بتاعتك تزيد طبعا، لانك انت طبعا حسب تمام شغلك وحسب قدراتك على الفيديو او صنع الفيديو بتاعك من مونتاج ومن كل شيء، سواء كانت صورة مصغرة او غيره، تمام، او عنوان او كلمات مفتاحية. احنا بنتكلم النهاردة عن الفئة، وان شاء الله في الدروس القادمة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا. وما تنساش باللايك الفيديو، وده كان موضوعنا النهاردة ودرسنا النهاردة، حبيت اوضح لحضراتكم عشان بس كانت النقطة دي مهمة جدا، لان قابلتني في يوم من الايام وكانت هي سبب ان الفيديوهات بتاعتي مش بتجيب مشاهدات. فانا حبيت اعمل لحضراتكم فيديو عشان اوعي الناس اللي هي بترفع فيديوهات وخلاص وبتوضر تعبها على الفاضي. طيب ازاي انا لو عندي مثلا فيديوهات تمام نزلتها عندي على القناة وانا عايز اغير الفئة دي لكل الفيديوهات، تمام، هاجي بطريقة سهلة جدا اغيرها بكل بساطة. تمام، زي ما احنا شايفين كده، هاجي على هنا على الايقونة دي واجي على حاجة اسمها، هنطلع بس كده خالص يا شباب عشان تبقى كل حاجة واضحة، هندخل على القناة بتاعتنا مرة تانية هوريك ازاي تقدر تغير كل الفيديوهات الفئة في كل الفيديوهات مرة واحدة، تمام، بدل ما تقعد تدخل على فيديو فيديو تمام وتغير الفئة. نيجي كده نختار الأيقونة بتاعة القناة، بعد ما نعمل تسجيل دخولنا نيجي على استوديو يوتيوب، تمام، وننتظر. هنيجي هنا على المحتوى ونضغط عليها بالشكل ده، تمام. طبعا انا لو انا شخص عادي وعامل في حاجة معينة، وانا مثلا هاجي اعمل تعديل للفيديو كده، تمام، هنزل على الفئة اهي يا شباب زي ما احنا شايفين كده كلمة الفئة، طبعا ده للفيديو المعين، انا عامل على فيديو معين، عامل تعديل على فيديو معين، هقدر ان انا اغير من هنا فئة الفيديو اللي انا عامله حسب الفئة اللي انا عايز اختارها هنا، تمام. انا اختار الفئة بتاعت الفيديو ده التعليم. طبعا لو انت طبعا عندك فيديوهات كتيرة جدا، موضوع ممل جدا انك تختار الفئة وبعد كده تعمل حفظ لكل فيديو، هوريك النهاردة تعمل كل تطبق الفئة بتاعتك على كل الفيديوهات اللي انت عملتها قبل كده. نرجع بس سنة خطوة لورا، تمام، زي ما احنا شايفين كده يا شباب كل المحتوى اللي احنا مقدمينه، تمام، هنيجي نعمل كده نحدد المربع ده، تمام، هو كده اختار لي كام فيديو، تم اختيار 30 فيديو. طب انا ما عنديش 30 فيديو، انا عندي 100 و307، هاجي اعمل اختيار الكل، هنضغط على كلمة اختيار الكل عشان يحدد لي كل الفيديوهات. زي ما احنا شايفين كده تم اختيار كل الفيديوهات. هنيجي على كلمة تعديل، هنضغط كده ونيجي على حاجة هنا اسمها، انت بيقول لك هتغير في اعداداتي في كل الفيديوهات، في تحقيق الربح او مستوى العرض او الوصف زي ما انت عايز. هنختار هنا الفئة، تمام، نركز جدا، تمام، هنا الفئة، تمام، انا اخترت كلمة الفئة. طب بيقول لك اضف تعديل، زي ما احنا شايفين كده يا شباب ان احنا هنا اخترنا كلمة الفئة اللي احنا نعدل فيها كل الفيديوهات. بيقول لك القيمة الجديدة افلام ورسوم متحركة، طبعا انا مختار، هو مختارة تلقائيا الافلام والرسوم المتحركة، هتيجي انت هنا
تضغط على الزرار ده تمام، وتيجي هتختار عندك ان انت عايز تحدد كل الفيديوهات بتاعتك تبقى على افلام ورسوم متحركه، ولا المراكب، ولا الموسيقى، ولا الحيوانات، ولا الرياضه، ولا السفر، ولا الاحداث، ولا العاب الفيديو، ولا حسب طبعا النيتش بتاعك او المجال بتاعك والفئه بتاعتك انت عليها ايه. طب انا طبعا انا مختار تعليم، فانا هحدد كلمه تعليم هنا زي ما احنا شايفين كده، حدد لي على كل الفيديوهات اللي موجوده عندي على القناه انها تبقى كلها تعليم. فاحنا هنيجي على تعديل الفيديوهات وهنضغط عليها بالشكل ده بعد ما نختار الفئه، وبعد كده بيقول لك انت على وشك تعديل الفيديوهات التي اخترتها ولا يمكن ايقاف عمليه تعديل هذا بعد بدءها. طبعا هنقول له ادرك اتباع هذا الاجراء، ادرك يعني انا فاهم انا بعمل ايه، وبعد كده هتضغط على كلمه تعديل الفيديوهات بالشكل ده. هتنتظر هنا هو بيغير كل الاعدادات بتاعه الفيديوهات اللي موجوده عندك، بيخلي لك كل الفئه بتاعه الفيديو اللي موجوده حاليا انت كنت مختارها قبل كده غلط بالفئه بتاعتك اللي انت حددتها دلوقتي، بدل ما تقعد كل شويه تقعد تدخل على فيديو وتدخل تعدل على كل فيديو على الفئه بتاعتك. تمام كده يا شباب. هو كده ابتدى يفحص الفيديوهات اللي عندك ويغير الفئه بتاعتها ويخليها في فئه التعليم بكل بساطه. هو بمجرد ما يخلص هيحفظ لك الموضوع ده بكل بساطه. وده كان موضوعنا النهارده وشرحنا النهارده. ما تنساش بلايك الفيديو، وانا زي ما ذكرت لحضرتك لو انت اخترت في اسم القناه بتاعتك انها تنتمي او المجال بتاعك ينتمي لفئه ايه، سيب لي اسفل الفيديو في الديسكريبشن اسفل الفيديو عفوا التعليق بتاع حضرتك والقناه بتاعتك بتنتمي لايه، وانا هقول لك القناه بتاعتك انسب ليها فئه ايه انك تختارها او الفيديوهات بتاعتك اللي انت حابب تعملها. تمام كده يا شباب. ده كان موضوعنا النهارده وشرحنا النهارده. ما تنساش باللايك الفيديو. شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.